صباح الخير يا مبتدئ مليانة بخير الناس صافية، يا صباح الخير يا مبتدئ مليانة بخير الناس صافية، سعينا محسوب وعلينا مكتوب والرزق ما بيجيش بالعافية، سعينا محسوب وعلينا مكتوب والرزق ما بيجيش بالعافية، يا صباح الخير يا مبتدئ يا صباح الخير يا مبتدئ صباح الخير يا مبتدئ مليانة بخير الناس صافية، سعينا مكتوب وعلينا مكتوب والرزق ما بيجيش بالعافية، يا صباح الخير يا مبتدئ يا صباح الخير يا مبتدئ. قايمين من ساعة الفجرية وقصاد مكاريل قلبي وليا، الليل حلو بنصبح على بعض وقت الصبحية، يا سلام يا سلام على صحبتنا واحنا سرحين على لقمتنا، نرزق بكتير نرزق بقليل، راضيين في الدنيا بقسمتنا راضيين في الدنيا بقسمتنا، سعينا محسوب وعلينا مكتوب والرزق ما بيجيش بالعافية، يا صباح الخير يا مبتدئ يا صباح الخير يا مبتدئ يا صباح الخير يا مبتدئ شلبوني من شلبون ملهاش اقعد خربتي. انا ابن الست عناتي شلبوني قريبتك. عنات بنت خالت امي؟
البارحة. أهلا يا حبيبي. لا والله كبرت ولزلزت. اتفضل يا أخوي. اتفضل 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 يا حبيبي عز الحبايب. ده أنا بقالي 10 سنين ما شفتكش ولا شفت أمك. إزاي أمك؟ بخير والحمد لله. ما هي اللي ادتني العنوان وبعت لكم الزيارة دي كلها. أيوة يا أخوي خير البلد. لا الزيارة دي لا دي خاصة بي. الزيارة اللي في القفة بس كلها. طب وعلى ايه التعب ده يا حبيبي؟ تعب ايه؟ يعني كنت عايز اجي من غير زيارة كمان؟ ما احنا جبنا يا ابني اهو. تتلم بقى لا انت بقى تلم بقى. اصلي ما جيتش مصر قبل كده وما اعرفش حد هنا. فامي بعتتني عليكم على طول يعني. امك بعتتك عشان تخش الجامعة هنا ولا ايه؟ لا جامعة ايه، ما انا خلصت من سنتين وتعينت مفتش تموين. انت؟ مش باين عليه. وهم مفتشين التموين بيبان عليهم ازاي يعني؟ بيعلقوا يافطة ويكتبوا عليها البيع بالتسعيرة. طيب على ذوق بقى اروح انا القهوه العبد دولين طول. ها مع السلامه يا سي ابراهيم. الله يخليك طرف عمرك. تم عام ان شاء الله. تم عام. الله يخليكم. الله يخليكم. سلام عليكم. سلام عليكم يا دنيا. ونبي ماما تقومي تعملي لي عمر الاستاذ عليا يا دنيا. لا معلش معلش اصل انا كلت في القطر معلش. لا ازاي جعان على طول يا ابني يا حبيبي يعني انا هاكل اكتر منك. اقعد ما تتهد شويه بقى ما تتهد لا صفخ لك الله. انا بقول يعني لو تساعدوني ان انا اشوف اوضه او حته اسكن فيها يبقى كتر خيركم. طيب حاضر عينيا. انا عارف ان مصر بتجي نام. ايوه يا اخي ياكلوا من هنا ويخلفوا عيال متخت ياخد كده. انت باصص لي ليه يا ابني بس؟ حاطط نقلك من نقلي ليه؟ يلا ما انت بتختك اهو. بيهزر. ربنا يعزك. ما تقعد معانا اليومين دول لحد ما نشوف لك سكن. لا اكتر الف خيرك يعني هنزل في القنده لغايه لما الاقي السكن. يا دي الاذيه يا بالحه. بقى يبقى يا اخويا بيت قرايبك في مصر مفتوح وتقول لي اروح اللوكاندا. خش يا حبيبي خش كده دص وشك بشويه ميه من تراب السكن. وكمان هتقعد معانا؟ ما كانوش حبك في تير عمي. بس يا بنت انا مش هرد عليكم ربنا يسامحكم بقى. اهلا يا اخويا لا مؤاخذه اتفضل بيتك ومطرحك خش دص وشك بشويه ميه. اهلا. نعم ايه ده انا بجامل الراجل هيقعد معانا بجد؟ يقعد معانا بجد مش قريبي مش من بلدياتي يعني. ايوه يا ماما احنا قاعدين لوحدنا في البيت. وحدنا؟ ده احنا عندنا راجل قد الدنيا. يا ساتر في شوطه هنا ولا ايه؟ شوطه؟ شوطه ايه؟ امال بترجع ساعات هنا ولا ايه؟ لا بتيجي ساعات. انت هتستلم الشغل امتى؟ من بكره ان شاء الله. على عيني حاضر على عيني. ايوه يا طماطم يا مجنونه يا طماطم يا اللي بسعر الحكومه يا طماطم. عندك طماطم؟ جراب ايه؟ ما تشوفش ولا ايه؟ ما الطماطم قدامك هذا الورد. طب ادينا 2 كيلو على عيني حاضر. حمرا للطبيخ؟ اه للطبيخ اهي. ودي الجامده دي جامده عشان السلطه. قلنا من غير نقاوه بقى. دي واحده بس خليها. لا قلنا لا. ايه دي بسعر ودي بسعر ولا ايه؟ اتفضل يا بيه. عايزه كام؟ 60 سعر. ليه؟ كل الطماطم بالتسعيره ب 13 قرش، تبيعي انت ب 30 قرش وكمان مخالفه للمواصفات الفنيه؟ طماطم طماطم وانا حره فيه. عامل لي مخبر، مامور، ضابط مباحث حضرتك. لا انا مفتش تموين بقى. مفتش ايه؟ مفتش تموين. يا لهوي يا الهان يا قلب يا قلب يا قلب يا وكمان ببعض بس لبعطي. Thank you.
الدولية بتاع الطماطم تعمل فيه كل الأعمال دي؟ في سبيل أداء وظيفتي لازم أتحمل كتير، المهم في الآخر لازم أحقق الطماطم للناس، قصدي العدالة. طب اقصد بقى يا عم، اتفقت لك مع صاحب البيت هيفضي لك الأوضة دي، هديلك بـ8 ونص في الشهر. حلوة الأوضة دي قوي، على الأقل أبقى معاكي. معايا؟ أنت وأمك؟ طب يلا بقى مش هتنزل تاكل؟ عاملة لك بتنجان مقلي بالخل والثوم، تاكله وتنام، حد كده كويس؟ حلوة قوي دي. إن صحيت الصبح بقى يبقى خير الله ما جعله خير. لا اعملي معروف أنا لازم أصحى الصبح بدري لأن ورايا كبسة. كبسة؟ أيوة. أوعى يضربوك تاني. يضربوني؟ يعني المرة دي مجهز لهم قوي. يا بني منبر يا بني منبر في هذا ما تشتموني كده جاي يا راجع طيب فين كبسه يا اهلا يا اهلا بالدهن المفتش وبالتفتيش كله ايه ده انت مين انا هماص اتفضل يا بيه اتفضل على مكتب حمزه بيه المهندمين الهشتجه هشتجت ايه وبشتجت ايه اتكلم عربي فتح مخك معانا تاكل فينه ما باكلش فيه انا فين المساء من هنا رجع اللوح ايه وبعيد اللوحة من هنا رجع ورا اسمع يا خيمة أنا وراي هي فيها ميزان أروح أجيب له اللوحة الكبيرة خلاص يا صاحب البيت يبقى إيه أعمل له محنة إيه يعني في بنيادة ناقص وفي عقل ناقص لا بس رغيف العيش هو اللي ناقص كده هنعمل لك محضر إيه ده أنت حامي قوي محضر طب وكده يبقى إيه كده يبقى قضية رشوة رشوة ليه؟ اهي فلوس اهي دي ايه يا فلوس يا فندم؟ اهو قال لك فلوس اهي مين قال ان دي فلوس؟ امال دي ايه دي؟ دي فلوس انا يا عمال فلوس فلوس ايه بس يا معلم ده ورق ابيض ورق ابيض ايه فلوس؟ يبقى العقاب عقابين دخول السجن وهتخش النار الاثنين ده جالنا منين ده؟ طب انت واخدها جد كده ليه يا فندم؟ انا كده شغل كده تفتيشي كده تصرفاتي كده ما دي جزاتنا يعني جزاتنا ان احنا بنقتل الشعب ايه؟ انتوا بتودوا للسجون قول الكلام ده في المحكمه المرة الجاية هناك غلط ومفيش سلام عليك ابنعيش لو سمعت يلا اخويا انت وهو طب طم نعيش خلاص كبار معيش تعال 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 عن البيع محضر تاني للامتناع عن البيع الكيس على اسنانك محضر ثالث للجد يلا بينا يا جد رواد يا معلم النار على نجيل الحل جدع ده هيقلبها غم لا غم ولا هم بكره هنكمل العجين ونسكسب له الرد ما يغرقش الغربال الجديد له شده لا ده شكله مش غربال ابدا ده مصفى كيف مصفى؟ مصفى وخايف لا يصفينا معاه ابو الشريط الاحمر وماشي بحقها هعمل مشروع محندق كده على قد مشروع يا بنتي ده احنا ناس غلابه وعلى قد حالنا خليكي في وظيفتك يا ضنايا بتكسري مقاديفي ليه؟ انا كل ما اقول لك على حاجه تكسري مقاديفي انت عارفه الحوار فورد مين اللي خرج فورد ده؟ فورد بالدال فورد يا ماما فورد بتاع العربيات المليونير لو كان فورد اتكسر في مقاديفه زي كده ما تكسرش مقاديفه كل ما تشوفيني كده كان زمانه بيشحت في شوارع امريكا مالناش دعوه بامريكا يا بنتي احنا ناس غلابه اعملي معروف هبقى سيدة أعمال من الدرجة الأولى أنا هعمل مشروع وهتحرك جامد جدا وهبتدي بالواد اللي فوق ده ريحة ريحة بقى مخها بالورد أنت مالك ومال الحاجات دي أنت هتكسري دماغك ليه؟ أنا اللي بكسر أنت اللي بتكسر مقاديفي أنت عامل زي أمي بالظبط والله العظيم على رجالة وسيم الرجالة هتخش الشركة ولا مش هتخش؟ خلاص هخش خلاص السهم بجنيه عايز كام سهم؟ اللي تقولي عليه لا اللي تقول عليها انت خمسة اثنين بس عشر بس يلا 21 علي النعمة انت منجد منجد هو انا ما قلتلكيش قلتليش ايه مش امي بعتت جواب وبتسلم عليكي امك بتسلم علي انا لا انت وامك خلاص بسلم لي على امك انما انت ما قلتليش يعني ايه المشروع اللي انت عاملاه ده شركة طرشي طرشي السلام عليكم يا حسين السلام عليكم انت اهلا ايه مش تقول لي اتفضل اهو ما انت اتفضلت اهو يا سلام ده انت تشرف وتقال زي حمزه بيه جاي رايح بيع الحمزه بيه وكابتشينو ليا عناية
ايه يا حسين بيه؟ انت لسه زعلان مني عشان حكايه الوزن الناقص ده؟ انا هزعل منك ليه؟ انا بأدي عمل. يا راجل انسى. انسى وخد لك بنسى. وبعدين يا حسين بيه احنا ناس خدامين الشعب للشعب. تصور حضرتك الشعب ده لما يقوم من النوم ما يلاقيش رغيف عيش، الناس هتاكل بعض. انت مش بتشتغل وبتكسب؟ نكسب العيش ملالين. ايوه بس انا اعرف ان انت عندك ثروه كبيره. متنقش قوي يا حسين بيه. احنا ناس غلابه وبنمشي جنب الحيط. اتفضل. ايه ده؟ اذونات صرف. انت صغيره ناخد بيها 2000 طن دقيق. عايزنا نقلك الدقيق المدعم عشان تبيعه في السوق السوداء يا ابو وزن ناقص. يا رب تنفع واستنفع. يعني ايه؟ مش فاهم. مش فاهم؟ ولا قبلك ما فهمكش حاجة ولا إيه؟ اللي قبلي اتحول للدحيح واترفض يا حدة. آه افتكرت. كان خيخ أهبل. افتكرت. لكن أنا بقى هغطيك قوي. وأنا بقى مش محتاج لغطاك بقى. مش محتاج لغطاك وتفضل اطلع من هنا. اطلع بره من هنا. سلام يا مفتش. ده بالله المجيد ما هتولد على جنب عاصي. وانت كمان اطلع بره. واني لسه ما طلعتش. والياسمين والورد الابيض والورد الاحمر. قاعد يعني رايق ومزهزه قوي، لا شغله ولا مشغال. لا ازاي بقى، ما انا اشتغلت الصبح وخلاص. انا اشتغلت الصبح من 8 ل 2. لا ل 2 ونص من فضلك. وبقيت اليوم يا محترم. هقعد بقى؟ يعني هعمل ايه يعني؟ هقمع بني؟ اشرب بصل. علي اشرب بصل؟ انا حسين بلح من شلبون مفتش التموين. اشرب بصل؟ لا مؤاخذه، نسيت ان حضرتك تبقى حضرة صاحب الجلالة مفتش التموين المفتخس. حلو ايه؟ حلو قوي المفتخس دي، حلو اللقب دي قوي. اعمل بيه كارت. كارت ايه يا جدع انت؟ الله، الايد البطالة عايزة اقطعها. ايه اللي قاعد يقول يا حلوة يا بلحة مقمعة؟ انت مش مساهم في الشركة اللي تحت دي؟ مش تنزل تشتغل معانا؟ او على الاقل يا اخي نبقى مع بعض. يعني مع بعضين يعني؟ وانتي؟ نعم. يعني وانتي امك يعني؟ رضا يعني ايه مالك؟ كنت عايز اقول هتشرح لي ايه دلوقتي؟ تعالي اقعدي شرشة. مستعرة من الشغلانة ليه؟ ها؟ مستعرة ان انا بقشر بصل ليه؟ العيد ده هو بيبقى مرتشي يبقى حرامي، وانت لا ده ولا ده. يلا بقى هتعطلني، هنقعد نخطب. يلا استني بس شاي. شاي ايه؟ البصل تحت هيصمم. خلاص يلا. يا معلم يا كيف ترجمة
مبسوطين مع بعض. مبسوطين؟ ايوه. يبقى عكنن عليهم. عكنن عليهم وعلى اللي خلفوهم. كيف؟ بالطرشي. لا بالاصول. حلوة. معاها شحت. شيل شحت على مهلك. ولا شحت انت عجزت ولا ايه؟ يلا على الدفع. وانا بوقفي. تعالى. ابراهيم. اصحى ابراهيم ايه؟ سيب ابراهيم البترولات اللي فوق فاضية بسرعة. وهات اللون معايا كامل. خش على الشمال هو حد يقترب. امرك معلم. المشروب بقى حلو قوي وكبر قوي ما شاء الله. يا عم قول الله اكبر يا عمي. الله اكبر. يلا توكل على الله بقى. على فكره الناس كلها بتستطعم الترش بتاعنا وبتقول ترش حلو معسل والله. يا طعام يا طعام. هو السباحه ما جاش ليه؟ ولا يمكن نطرت معانا انا في السكه؟ لا 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 عنده كبسه. يلا توكل على الله. كبسه يعني؟ تعال شحتوه. تعال يا عم ابراهيم. شيل عم ابراهيم ايه؟ عم ابراهيم ايه؟ انت ابراهيم. شيل يا شحتوت. شيل يا شيخ ما شاء الله عليك. يلا حبيبي. يا عم مرزوق. نعمين يا ستي. اديني 2 كيلو رز. رز؟ ايوه. الرز ده يا حبيبتي بيتباع في الاجدخانات. وده يتاخد قبل الاكل ولا بعده؟ لا يتاخد قبل النوم. يا راجل اتقي الله. خلي شويه لله وشويه سوق السودا. سودا؟ جاتك قطه سودا ما تنهش عظامك ما تخلي فيها حاجه. امشي عليها من قدام نجري. بس حاسب كده مرزوق. القطه سودا جات كلبلة. بقول لك ايه يا عم؟ نعم. عندك رز؟ ما كانش نعدى في عبد الباشا. اه فتش المحل. حاضر يا ايه اللي فتش المحل؟ ايه يابا في ايه؟ اوعى يا الله. ايه جرى ايه؟ فتش هي فوضى. لا تموين. ايه بتقول ايه يا سعاده البيت؟ تموين. انا اصطبحت بوش مين النهارده؟ وش مراتك؟ ايوه عليا الطلاق. انا مطلقه. احسن برضه بصراحه. وسامش حلوه عليك. لان وعيتك سودا. ايوه الرز يا سعاده البيت كده.
يبقى المحل هيتشمع خفيف. يا سعاده البيت حرام عليك، ده انا بجري على ايتام يا سعاده البيت. مين الايتام ده؟ ولاد يا سعاده البيت ولاد. ايتام ايه؟ ما انت واقف قدامي زي الفحل اهو. يا سعاده البيت هو ده برضه منظر واحد يقف قدامك؟ حرام عليك، وانا مش عايز ده، انا ميت يا بيه. ميت والناس الغلابه اللي بتنهشوا في عضمها. يا سعاده البيت اعمل معروف، حرام عليك، يعني انتوا ما تكونوش اللي على الغلابه يا بيه. انا اهلا معاك، عايز اروح عليا وانت تروح عليا. ايوه يا راجل انت. ايوه انت بتعيط، خليك جدع، السجن للجدعان. وده برضه منظر واحد جدع يا سعاده البيت. جدع؟ سامحه بقى يا بيه معلش. هسامحه؟ اسامحه وما بينهش في دمكم؟ اسكت ابعد يا سعاده البيت. اخر مره انا دبت على ايديك يا سعاده البيت. ايه اللي تبت دي؟ ايه اللي تبت يا راجل؟ وانت ماشي على حل شعرك عشان تتوب؟ الرز هيتباع بالتسعير. حاضر يا بيه. مراتك هتطلعي ايه؟ اللي تشوفه يا سعاده البيت. لا بلاش، خليه تبهدلك في المحاكم هي وامك. الرز بالتسعير. ايه الرز بالتسعير يا اخوانا؟ الرز بالتسعير. ايوه الرز بالتسعير. تعالوا ينصر دينك يا حضرة المفتش. انا اسمي حسين بلح المفتش. ينصر دينك يا بلح افندي. ايه بلح افندي دي؟ استاذ بلح افندي دي كانت زمان ايام سعد الاطرش، انما الوقت انا اسمي استاذ بلح. الرز بالتسعير. ايه الوقت انا نفذت القانون من غير ما يتاذى اي حد. يلا بينا يا رجال، الرز بالتسعير. الرز بالتسعير. ايه الله رضا؟ ايه في ايه مالك؟ اللي جرالنا ما جراش لحد النهارده. طب ايه اللي حصل؟ كل الزباين رجعوا الطرشي وقالوا مش عايزين نشوف من خلقتكم طرشي بعد كده. فجأة كده من غير سبب؟ ايوه فجأة كده. طب وبعدين؟ ما احنا مستنيينك انت بقى سبع البرومبا. لا سبع البرومبا؟ يعني انا هعمل ايه يعني؟ هتعمل يعني ايه؟ تروح تشوف ايه الحكاية، تتخانق، تعرف ايه الموضوع؟ انا هتخانق ده انا مفتش تموين. وانت هتروح مفتش تموين وترجع عجلاتي؟ ما انت هترجع مفتش تموين برضه. لا بس يعني ما انا ما اروحش للناس دي. طب متشكر قوي، هروح انا اتخانق واخد اللوكشن في وشي ما دام مش هي راجل واكل. انت بس تعالي بس يا رب، ده انا احميكي بالرقبه. يلا انت اطلعي فوق يا رب، وانت ابراهيم تعالى معايا. سيب ابراهيم يا اخي. تعالى معايا انت ولسه شحت، وريني اللي مش عايز ياخد الطول. ايوه عمال كمان انت شقه. يلا ماكش ازاي بس يا ده تخليل بيت معتبر. الله اتصونا عينيا وحياه عينيا. هي تلاقيح يا عم، احنا جايين راكبين العجله وشايلين الصفار الطرش على كتفنا، لما وسط العجله اتقطع. هنروح نقول ايه للست رضا بس؟ ولا اقول ليه واستحمى بميته؟ لا بقى بلاش الغلط بقى. ايه كده قوي يعني؟ لما معلم طويل زيك عريض المنكبين اقرع الجبهتين يقول كليه واستحمى بميته؟ لا في عندك حق، انا راح اكلهولك وخليك تستحمى بميته. طب ازاي كده اهو؟ كده اهو كده اهو. الطرش وحش يا هلا، الطرش وحش. شفت يا معلمي انا اللي عملتها؟ ايوه عمايلك سودت قدامي. انا شفناها اللي كان ايه ان لله وانا اليه راجعون. دمي ما نقلقش في حاجه وحشه يا عم ابراهيم. سيب ابراهيم ايه يا جدعان؟ ايه هتعددوا ولا ايه؟ طبعا لازم ننعي المكسوف على شباب مشروع الترش المفتخر. والحل يعني نسك على المشروع ده. المشروع ده انضرب في السوق وخد مهموس. مهموس من مين بس؟ عايز افهم. ولاد الحرام كتير. الفنيك، مادة الفنيك في الطرشي. يا عم احمد ربنا ان محدش كلها ومات، كان زمان نفسين وجيم. ده احنا اللي كنا هنموت. انا عارف يا ضلايا، كان عليك من ده بيت بس طرشي ايه وبقلاوة ايه؟ شملك ما كان احسن، ده احنا ريحتنا طلعت على الجيران.
الطرش قال. مش عايزه تبطم ازاي؟ انا مش هيأس. ها؟ مش هيأس المليونيرات ياما عانوا في شبابه. انا هعمل مشروع تاني. تاني؟ اه تاني، واللي مش عاجبه ينسحب بقى يا اخ بلح. لا ينسحب ايه؟ ده احنا لازقين لك بغيرك. انا هعمل مغسل. مغسل ايه؟ نغسل الميتين يعني حنوتي؟ مغسل يا بلح، مغسل هدوم. مغسل ايه يعني؟ مغسل غساله؟ انا من مفتش شمويل اللي غساله؟ ها يلا. انت عملت ايه يا استاذ حسين؟ الدنيا مقلوبه، الرئيس عايزك، قال لي اول ما يجي ادخل لي على طول. فتح عليه ما رزقك، اليوم دي للصباحه، بدل ما تقول لي صباح الخير، امشي 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 امشي. صباح الخير، صباح الخير يا فندم. ها؟ في ايه؟ صباح الخير يا فندم، صباح الخير يا سعادة البيت. صباح الخير يا سعادة البيت. ايه يا استاذ التاريخ ده؟ انت بتبيع طرش يا فندي؟ يا سعادة البيت ده مش طرش، ده فنيك. افندم. يعني قصدي اقول لحضرتك ان في ناس قرايبي هم اللي كانوا بيبيعوا الطرش. انا يعني يا دوب كنت بقطعه وانزله واوزعه على المحلات، بس انا كنت ساكن معاهم، انا ماليش دعوه. يعني الشكوى اللي كانت في حقك صحيحه؟ يا طرش يا فندي، قصدي يا سعادة البيت. انا بتحول التحيه يا فندم، لازم تحترم وظيفتك. اتفضل. اتفضل شوف جملة، شوف عندك مرور فين. انا حاول يا فندم بزيد راس مالي لمستوى المعيشه المقابل. ايه اتفضل. حمزه بيه الحق يا معلم. ايه يا فندم وصل؟ بالليل شو يا بيه؟ واحنا نسيب لك الطابور تيجي ورانا في السمك. اني اروح اي مكان في استهلاك. روق يا بيه عمار، خليك انت في الفطور شيء وسيبنا احنا في الظفر. انت ما تتكلمش ولا كلمه خالص. ايه بس انا بس طار نفسك يا بلح. بيه احنا ناس بنراعي ضميرنا وماشيين تبع القانون. ايه حلو قوي. الكلام ده الجمبري ايه؟ جمبري؟ ايوه جمبري هناك اهو ده شربيه. هو ليه جمبري؟ اه يختلف عنه. الكلام ده جمبري ايه؟ ايوه يا مالك حبيبي، بس يا سيدي العارفين الجمبري بره التسعيره. ايوه ما انا عارف انه بره التسعيره، بس يعني انا احب اعرف برضه يعني. محبه؟ ايوه. كيلو جمبري ب 25 جنيه. الكيلو؟ كيلو يطلع كم واحدة؟ يعني ستة سبعة كده. يعني الجمبرية ممكن تقف بخمسة جنيه مش كده؟ يعني ممكن جمبرية تصرف على عيلة لمدة أسبوع. ممكن. هي كده الشمة بقى بربع جنيه كده. أنا في مرتبي على كده يطلع سبع جمبريات. أيوة أيوة أيوة. ما قلنا لك بالطابور. تقيلة؟ غش في الميزان. مش كفايه كيلو ب 24 جنيه اغلى من الدهب، وكمان بتغش في الميزان مع سبق الاصرار. غلط المحل لمده اسبوع، شمعه بالفم الاحمر. علقي له حد. والله ده كله ايه؟ ده كله ده كله الشغل بيزيد. قول الله اكبر. الله اكبر. واهل الحته خلاص اقتنعوا بالفكره. قول الله اكبر. الله اكبر. قال لك نفصل عند الرضا بدل وجع الايدين ودوشه الدماغ. الله اكبر. كنت عايز اقول ايه؟ قول الله اكبر. الله اكبر يعني ايه؟ يعني قول. كنت عايز اقول الله اكبر. مالك وعلى اصل ايه؟ وقف يلا، انا ورايا شغل انتهت. قبل العيش حته خفيه. ورايا يا حبيبي ايتام متعلقين في رقبتي. قول الله اكبر. الله اكبر. ما هو ده السبب اللي اني واقف جنبك ومستعد اخدمك بعيني، لاني انا بعزك وبتشوقلك. بتشوقلك؟ يعني انت امي. طب يلا روح غير عشان تنشر. انشر؟ انت مش كل مره بتقول مش هنشر وبتنشر؟ ايوه صح. على فكره انا جايب لك راس عيد عجالي معتبره تعملها لنا عشان انت ام مني. عضمني؟ انت امي يعني. سلمى رجله سلمى احكي لي ويحكي لي عالسلمى.
كده بقى نلهي ابن الابلسه دي عننا ونبعده خالص. بالحلاوه يا عمامي. ايوه ايه في ايه؟ الراس استوت؟ راس ايه وميلت ايه؟ فين الغسيل؟ بينشف. بينشف ايه ده؟ احنا اللي هننشف من كتر الضرب. ده خبر احوش. ايه ده؟ انتوا ايه ما خدتوهوش؟ احنا خدنا حاجه وشفنا منك حاجه. انا رسول المره راح في ايه؟ لازم اتنشل. اتنشل ايه واحنا راكبين اتوبيس؟ يا شيخ قولوا لي هنعمل ايه في البلوه السودا دي؟ انا عارف هنعمل ايه؟ هنعمل ايه في العالم اللي هتهجم علينا دلوقتي؟ هو ايه الحكايه؟ فين الغسيل؟ هنبقى في الفريق تحت لحد امتى؟ لا 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 حالا هنبعت نجيب. هتجيبوه منين؟ من الفرن. بيستوي بيسبك. يسبك يسبك يا ترعاه. ها يا رضا عوشي. لا بيتشوي قصدي يعني راح الفرن كان الشمس مغميه فبينشف في الفرن. يعني ايه الكلام ده يا اخينا؟ يعني الغسيل ضاع؟ لا 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 خليك دقيق في الفاظك يا حضره. الغسيل ما ضاعش، الغسيل اتسرق. اتسرق؟ ده انا هسرع عمركم يا حراميه نصابين يا بتوع الثلاث ورقات. تعالي بقى. مش انا التحيل بلحة بلحة يا راسي يا عيني والتانية يا وسطي يا كل حتة في جسمي يا شعري كمان. حرام عليك يا بلحة سيب لي حته اقول عليها. قول رجلي او ايابا مش بكفيك هتنهب. ده انا مضروب في حته محدش اتضرب فيها قبلي. فين يعني؟ يعني هو انا اللي صاح سليم؟ المهم هندفع التعويض للناس ازاي؟ ايوه يا رضا قبل ما اروح ياسين وجيم انا رقبت السجاد. فين؟ انا محوش 49 جنيه تحت امرك. وانا معايا 90 وابيع الغسالتين وهيكفي يا بلايا. ربنا يستر يا ماما. يا رب يا حبيبي. عم ابراهيم عم ابراهيم الصبح الصبح ننزل نفوت على كل اصحاب الغسيل نديهم ثمن الغسيل زي ما وعدناهم لحسن الدنيا تكبر بقى والبوليس يخشوا. ومش بعيد النيابه. نيابه؟ لا ان شاء الله هتيجي على خير يا بلاي. المهم تبطلي عمايلك الهنايون اللي جابت لك كنت هبقى صاحبه اكبر مغسله في البلد. وليكي بقى كنت هتخش اكبر سجن في البلد. حظ. على فكره في ايدين بتلعب من ورانا. ايه اللي في ايدين؟ ولا في ايدين ولا في اي حاجه. ايه يعني؟ معلش اخوك فورد وعمك شيفروليه ما اتضربوا بالبولغ قبل ما يبتدوا حياتهم. بولغ؟ هو الواحد عشان يبقى غني لازم يتضرب بالبولغ؟ طب ما انا 30 سنه شغاله معايا البولغ ولسه معفن. انا هعمل مشروع تاني. فعرض؟ لا تاني ولا تالت. بلاش الافكار دي. ايه اللي بلاش الافكار دي؟ ايه السلبيه دي؟ مش عايز نشتغل، عايز نشحت. امال امي واخواتي ياكلوا منين بقى؟ ايه؟ انا يا رب سداد. ايه؟ يا عم سدادة ايه؟ هي فلة؟ رقبة دي ما تجيبش عيش وطعمية. انا قصدي اقول يعني ان احنا اكتر من يا استاذ انا امي واخواتي لازم ياكلوا من عرق جبيني انا. ايوه انا كنت عايز اقول ان احنا يعني انا هعمل حضانة. ايه؟ حضانة؟ ايوه حضانة. ايه يسرقوا العيال وتبقى حرامية عيال؟ مين دول يسرقوا العيال؟ ده انا هحط العيال في حباب عينيا من جوه. جوه؟ عيني بتوجعني من جوه. المليون الشاي اللي شايل يا معلم ما تغنوا معايا. ده كان يحب الكفايه والخرويه. ده اللي هو من منصور شيفروليه. عقدت جمعية أسرة المستقبل مؤتمراً علمياً وخصص المؤتمر عدداً من جلساته لدراسة ومناقشة الحبوب الجديدة التي ستقدمها أسرة المستقبل تحت اسم نورمانيست اف اي مع تحيات أسرة المستقبل. بعدين أما جدع بقى يفضل مع نفس أبونا كده أهو ما جعل اللي أقدر عليه يا معلم. أقدر عليه
راح تحطوني في نيك وتسفق الغسيل. انتوا عادة المؤاخذة عاملين زي حرامية الحلة بالظبط. والله عندك حق. غريبة الجدع ده. يفل محل السبب ويفرج علي أمة لا إله إلا الله. تعرف قفل محلات السبب دي فيها إيه؟ فيها خسارة باك ونص كل يوم. وقف حالنا الله يوقف حاله. لكن معلش. أني على دي له حل. أهو ده اللي أنت فاجعل. أدي حاجة كده وحل. أدي حاجة كده وحل. اتصرف يا بني آدم. اتصرف اعمل حاجة. لو ولادي كان مطلعني. هنقعد نندب ونوطن بقى. شوف لي حل عايز أجيب دماغه. أجيب لك دماغه يا معلمة. جرب يا بنت. جربت. أنا عايز يجرب ما تقول على أنا نار بعدين واصل. واصل. السلام عليكم. السلام عليكم يا أستاذ خالد. عشان يا استاذ حسين عشان كده بس شغلانه صغيره مره واحده على خمس سنين اتفضل يا فندم اتفضل يا فندم اهو هو ده تعيش يا عيني حضرتك برضه الاستاذ سمسم سمسم ايه يا ست انت؟ اسمي اتقال على حسين ايوه بس ليه اسمي اتقال على اسمك قال قلتها انما موظفين حكومه مش معقوله يعني حيلك حيلك مش تقولي اقعدي الاول يوه يوه ما انت اتفضلت اهو انت عايز ايه يا ست انت؟ يا سلام على جودتك وحمشتك وجمالك حمشت وجمالك؟ ايه انت عايزه يا ستي هنا؟ انا مش عايزه حاجه انا بس بولي مالك طب وانا مالي انا يا ست هاني؟ انت كنت شايفاني ضربي ولا مغسل؟ جمال بقاله 3 اشهر البقيه في حياتك؟ على العموم انا ما كنتش بحبه كان عجوز عليا اذكروا محاسن موتاكم ايه المهم؟ ايه؟ جوزي ساب لي محل كشري وانا مش عارفه شغال ايوه انا داخل ايه يعني عايزاني اعمل لك ايه؟ تجيب لي عمال من حته تانية بصفتك يعني راجل واصل يا ستي انا ماليش دعوه بالحاجات دي ثم انا ايه ده؟ انا بشتغل هنا مفتش تموين مش متعهد تشغيل ما عشان كده يا ستي انا ماليش فاهم حاجه خالص ارجوك يا ستي هاني دي ماده حكومي تموين كده تتصبري يا ريت انا اول ما بشوفك رايح جاي خلاص مت فيك اعمل ايه ايه مت فيها ايه على طول كده ايه رايك تيجي تتعشى عندي الليله دي وندردش شويه عشان انا قاعده لوحدي لوحدي ده الكلام ده فيه ليه ده صح كده يا سونس انت مش حاسس بيا ولا ايه حاسس بيك انت ما انتهاش من حاسس على ايه خضتني يا سونس سونس هو يا استني انت كده عيب كده ايه ده ايه يا فندم دي واحدة ست هي ما انتش شايف هي بلاوي اتحددت عليها طب يا سونس هستناك النهارده بالليل ها؟ تستنيني في ايه؟ مين اللي استنى؟ مستنيك في البيت وانا عربي انت مالك انت؟ ايه ده؟ انت يا فندم بتبصبص في مكاتب الحكومة واستهدى ديت العامة الرسمية انا بصبص ايه؟ سعادة البيت ده انا تخين وماليش رقبة ازاي بصبص بس يعني؟ هي اللي جت عليا انا مالي؟ انت متحول للتحقيق يا سيد سونس دي مكتب عمل مش مطلب نهاية كرومب ايه؟ ايه اللي نهاية كرومب ايه؟ مالا؟ عرفت تجيبيه للبيت؟ بيت ايه يا هماس؟ ده مالوش في الكلام ده خالص يخرب مطنه نتصرف معاه كيف دي؟ انا عارفه ايه دي؟ اديني دلوقتي فهمت يا ولاد الابلسي يبقى هم اللي حاتفينها علي حكايه كده فيها وان مش بسيطه ان كبيره قوي في حاجه يا استاذ حسين يا ابني بكلم نفسي ما تتفضل تتغدى معانا لا معلش وراي حضانة هندم بكلم نفسي يا اخي والله انت ايه اللي جابك وراي امشي اطلع اعمل لي قهوه وقدمها لي وانا مش موجود حاضر طب بس يا حبيبي بس انا جاي من هنا ومتربيه العيال
لا معلش، كان حد من الجميل ينسيه القليه. بس يا حبيبي بس 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 يا بابا، انا موبح لك جوز حمام. افتح الباب يا رضا. ما تفتح، ايه افتح الباب يا رضا؟ الواحد ما صدق يلتحق للدوشه والهيصه بتاعت الايه؟ اه من فوق يا ساتر. احنا كنا فين؟ جواب من الشركه اللي كنت بشتغل فيها يا ماما. ايه في ايه ده؟ ها؟ مالك يا رب؟ في ايه؟ امر اداري بالاخره، البيت قايل للسقوط. ها؟ قايل للسقوط؟ مش معقول. ازاي ده؟ هروح فين انا وامي واخواتي؟ دي الناس بتقتل بعضها على اوضه. علمون خير خير. حسين اسمع، خلي الحكايه دي سر بيني وبينك، ما تجيبش سيره حتى لماما لحد ما نشوف هنعمل ايه. لا لا طبعا طبعا. وعلمون اطمني، ده في مؤنة هنا شهرين يكون احنا دبرنا حالنا. ما تخافيش ما تخافيش. يا فرج. ايوه يا بيه. فين الدوسين بتاع الراجل ده اللي اسمه حمزه صاحب الطابونه؟ ما معرفش يا بيه، ما شفتوش. شفتوش ازاي؟ ما هو اللي زيك لازم يكون ليه اتزاي قديم هنا في التفتيش. طب وحضرتك عايز ايه يا بيه؟ يعني عايز اشوف يعني بيعمل ايه، نشاطه ايه كده. احنا انا سمعت عنه بقاله كتير، وانا افضل وراه لغايه لما اجيب اجله. انا مش عايز حد يتفتش حد. لا كفايه الولب اللي احنا فيه. اجري شوف للدوسيه دي من تحت تقطيع الارض. ها؟ حاضر 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 يا سعاده البيه. مش الكوره يا بيه. عشان تسمع نفسك انت فرق. ايوه يا بيه، كلام اللي قاله هماز ده مظبوط. ايوه يا بيه، طلب الدوسيه عايز يقلب لك القديم والجديد. الله، ده مش مكفي الخساره اللي احنا فيها، ده هي شحاتنا بقى. جدع انا مش هجيبها بره. عندك حاجه يا بيه؟ على فكره يا بيه، البيت اللي ساكنين فيه قديم وحالته بالبلد وبعينه هيقع. طيب طيب، اقول لك ايه؟ شوف لك طريقه. مفيش بدل غير اننا نشوف ابن الامان ساده، واذا ما كانش انشفط وامرنا لله. من غير دم، خلي الدم ده بعدين. يا فيها دم؟ ده اذا كان عنده دم. طيب قرشين على الفرش. كويس يا فرج، خد شبرك نفسك. ها؟ اي حاجه تجينا على طول. ماشي. سلام يا فرج. فتح عليك مليح. انا مفتح عليك. مع السلامه. السلام عليكم. اهو جبت لكم كل حاجه اهو. ايه مالكم شايلين طاجن عمتكم ليه كده؟ زعلانين؟ لا بقى، دي نعمه نعمه ان احنا قاعدين مع الناس الطيبين دول. لا كلمه ولا نفس، سكتم بكتم وضمنين ان مفيش حاجه هتتهاد، والميتين لا بيضربوا اسفين ولا بيحقدوا على حد ولا يبصبصوا ولا يستغلوا ولا يسرقوا ولا يرفعوا قضيه على حد. خلاص، والسجن حلو قوي ده، تشطيب سوبر لوكس دي تنميك. انتوا مالكم رايقين قوي كده؟ ما انتوا شايفين اللي احنا فيه. خبر يا جماعه، انا بحاول افلفلكم. احمدوا ربنا اللي خلقنا من الموت. قوم يا رضا، قوم لم العفش ده، وانت يا ام رضا قوم اطبخ لنا لقمه سخنه اخر طعام، وبكره هتفرج ان شاء الله. قوم. يعني ما كلتش يا حسين؟ هاكل.
وانت اللي كنت بتهزر. معلش يا رضا، بكره تفرق. انا مش عارف انت هتيجي هنا، ما تعرفيش يعني رقبتي سدالي. رقبتك مش هتسد حاجه يا حسين خالص. لا هتسد وهتفيد. شوفي تخينه ازاي. انا مش هقدر استحمل منظر امي واخواتي وهم ملقحين كده قدامي. ان شاء الله هنلاقي لها تصريف. ضروري هنلاقي لها تصريف. تصريف منين بس يا حسين؟ يا ستي سيبيني اخرب بفك عن نفسي. ويمكن التخريف ده ينفع. بس ما تشيليش هم. ساعة البيت تفتيش تاني؟ لا المرة دي جايين نزور ونبارك. اتفضل. اهلا اهلا. اتفضل. اهلا يا ساعة البيت. اهلا اهلا يا حمزة بيه. البيت مفتش. تاني؟ لا جاي يبارك. اتفضل يا بيه اتفضل. اهلا. شاي؟ أنا ما بشربش شاي. تاكل؟ ولا باكل. أنا عايز حق ناشف. أهلا 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 أهلا. طب بقى بالمره نمضي الاذونات. كل اللي انت عايزه. اصل تعرف الطابونه ما بتاكلش عيش. احنا بنسترفع بس من اذونات الدقيق. هات كل الاذونات عند بعض. ده انت مزنوق قوي. قوي. الاذونات هلا. حاضر. اتفضل يا حضره المفتش. اول دفعه. اعتبرهم مش هزور. 6000. ماشي. امشي معانا كويس واحنا نديك بال20,000. سامعين؟ ما جاتوش ليه؟ نعم. هما مين اللي هزور؟ لا دي اللي احنا يعني. تعالوا ورايا. ما جوش مستني حد؟ لا مفيش. ما جبتوش شاي ولا حاجه ليه؟ ازاي؟ محدش حرك يا فندم. فلوس هي يا حضره الظابط. فلوس الرشوه. ايه ده يا استاذ حسين؟ ده ورق ابيض. ايوه امال، ورق ابيض من اللي كاتب الطابونه هيكتب فيه العاش. ايه في حاجه يا حضره الظابط؟ ايه ده؟ امال ايه حكايه الالف والالفين اللي كنا بنسمعهم في التسجيل دول؟ يا حضره الظابط احنا بنعد العيش بالالف والالفين، ده سيم كارنا. طب اتفضل معانا يا استاذ حسين نعمل محضر بالكلام ده. لازم يتعمل محضر. لان هطلب تعويض ورد شرف لان احنا ناس شرفاء يا افندي. ايوه. والله العظيم يا حضره الظابط عرضوا عليا رشوه. انا عارف الكلام ده يا حسين. معلش اتفضل معانا. السلام يا سي حسين. خساره باظت القضيه وراحت المكافاه. كنا هناخد قرشين في الحلال كانوا نفعوني ونفعوا رضا في الورطه اللي هي فيه. معلش ما هي رضا في ورطه الوقت وانا كمان في ورطه. مش شغال. انا مش شغال والله العظيم. انا شغال اللي زوجته طلوه. اتلم كده تحس فيا. اتقابل يا سيد. اقف يا راجل هناك. اقف يا شيخ. هات. عظيم شهادة الهدف دي هتبقى مهمة قوي. طب هتدونا سكن امتى ان شاء الله؟ لا قريب ان شاء الله. امتى يعني؟ هنبتدي نلوك بقى. انت جيت علم البيت. انا ما اعرفش يوم يومين يمكن شهر سنتين. الله الله الله. طب على ما يطلع المنش مش بقى؟ تبقي تيجي تاخدي بقى انت الشقة. طب وعلى بال ما يطلع المنش مش ان شاء الله هقعد فين؟ يا ست تعالى اقعد على المكتب. تعالى بعد ما تروحي اقعدي في جنينه. يا ست انا ماليش دعوه. انا بقول لك اللي انا اعرفه وخلاص. اتفضلي بقى زقي عجلك. ما تزقي. انا عارفه ازق وما زقتش. مش شغال والله العظيم. انا شغال كده يا فندي. كده ضحك علينا الخلق. هم ضحكوا. اما والله هم ضحكوا معانا الضم. ايوه ولا انت مش متاكد من موقفك؟ ازاي يا فندم تبلغ عن نشوه؟ هي لعبه ولا هي لعبه؟ يا فندم انت حضرتك عارف ان دول ناس مش سهل. ولما هم مش سهل مش سهل حسابك. اوعدك يا سعاده البيه ان انا مش هسيبهم الا لما اجيب اجالهم ويحطوا صورتك في الجورنال ويقولوا ان البيه مدير مكتب التمويل هو اللي وضع الاستغلال. لا يا سيدي مش عايزهم يحطوا صورتي في الجورنال. دي حلوه يا سعاده البيه. يحطوها جنب ابحث مع الشرطه. نعم يعني ما مقصودش يعني هو يحط صورتك في الجرنان جنب مثلا خرج ولم يعد. بتقول ايه؟ بلاش يا سعاده البيه. احنا نحطها لك في حته كويسه.
جاب لي مثلا عروس اليوم. ايوه انت اللي تحصل يا فندم. اتفضل اتفضل شوف شوف. انا اؤكد لحضرتك ان انا وراه زمن طويل مش اي اسئله انا سعادة الايه. الو ايوه يا سي زفت انت بتصدر نفسك انت عايز ايه؟ انا مش قلت محدش يكلمنا الا الشديد القوي؟ ايه في ايه؟ ده هيشتغل لنا بقى ده احنا هنبقى زي القط والفار. ده اللي حصل وبسلامته بيدعبس في الدسين عايز يفتح لنا القديم والجديد. يعني عايز ايه؟ عايز نعمل ايه؟ اهج؟ اهاجر؟ مش هيحصل. على كل حال انا اعرف نجيب ده وكيف. هترجع تقول نحاول معاه نحاول معاه. لا هنخش له من مكتب. قصدك البنت اللي ساكن معاها هيضعف قدامها وهي محتاجه لشقه عشانها وعشان اخواتها نلف عليها وندخل له عن طريقها. اديها شقه اديها نيله اديها صابونه اديها بومبه اديها اي حاجه بقى. خلصني بقى مع السلامه. ودي بنتي بقى اللي هنديها شقه. اهي بلاوي تتحدف علينا. ما خلاص بقى يا حمزه نسيب المشاكل دي. الصباح رباح يا الصباح. ايه رباح؟ خرب على الصباح ده يا خرب على الصباح وسنين السوا. الهي شهدتك لك يا عفو وشرطك زي ما انت مشرطني يا اللي انت عشان تحس الاحساس الناس. انا عرفك. لا اي اعرفك وانت ما تعرفينيش. مش واخده بالي. اي الناس. اصل مرتي كانت بتبعت بنتنا حداثه ولا ما كلمتنا عنك وعن طبتك. لا يقطع في قلبي قوي ان بيكم وضع. ما تفكرنيش. يا ترى هتعملي ايه دلوقتي؟ ما تفكرنيش. مع انك بنت حلال. نعم بنت حلال ازاي يعني؟ ما تفكرينيش. شوفي اللي بيعمل عمل طيب قبل يقعد له وكويس انك وقعت في طريقي. ليه؟ عشان انا اعرف راجل طيب قوي 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 وعنده شغل. شو يا عم؟ انت هتتطرق عليا يا عم من بره. من بره كيف؟ اسمي هماز. خلاص يا عم هماز هماز. الشقه ايه؟ الشقه دي مش عايزه خلو ورجلي وش بره وش جوه وبلاوي سودا. انا ارسيك يا مانجا. يا بنت قلت انت راجل طيب خلينا نركب باب الغيب باب الضار. والله عندك حق. ما هو الغرقان بيتعلق بقشه. انا بقى مش قشه انا لوح. شو قلت هماز؟ جه فرج هنا. فرج مين يا راجل؟ بقول لك جانا. ايه الفرج؟ مش لقيت شقه وخلاص بنعزل اهو. طب ازاي بقى والمقدم والخليو؟ بدون مقدم وخليو وازاي لقيتها فين دي؟ في طنجانيكا؟ طنجانيكا ايه؟ لقيتها هنا في المنطقه بتاعتنا دي. فين دي في المنطقه بتاعتنا؟ ازاي يعني؟ بدل ما ادفع خليو ولا حاجه، بدل ما ادفع خليو وضحكت على الراجل واديته صابونه، مضيت على ورقات وشيكات وكلام من ده وخلاص يا مانجا. خلاص يا مانجا ده ايه؟ شيكات ايه دي؟ مسؤوليه. مسؤوليه ايه يابا؟ احنا حالتنا اللضه. طب هيسددوا ازاي دول؟ شيكات يعني فيها سجن؟ ولا فيها سجن ولا بلاوي ولا اي حاجه. انت هتعمل لي فيها فلوطه؟ الراجل طلب مني ان انا اشتغل عنده ساعتين ثلاثه كل يوم سددا للمبلغ وانا وافقت.
والله يا راجل يا بنت ما انا مرتاحه للحكايه دي ابدا. خرج عليكم انتوا يا الحكايه، اذا لم تكن فيها اقرار ما تستريحوش. هتعرف اخويا مش لك حاجه. ايوه بقول كده مش لك حاجه. انما فرج ما قالكيش حاجه عشان سالت منه 10 جنيه. مين على فرج وسنين؟ شيل يا بلح شيل. ايوه رضا حاجه موجوده. ايوه اتفضل. خش مصفى يا حماد. ايوه. اهلا سعاده البيت. اهلا. ازيك يا هماس؟ بص يا مول، انت بتقول ايه؟ لا ولا خاطر. اهلا يا رضا. اهلا. منورين العماره كلها. ان شاء الله يخليك يا بيه. انا قلت اجي ابارك واهني. يخليك يا رب. لا يا رضا مبسوطه بالشقه. الحمد لله على خيرك. ربنا يجعل هذا السعد والخير يا رب. ان شاء الله يخليك. الا بنتي كان معكم فتحت. مفيش ننسى حاجه تتمرن. ايه ده؟ في ايه؟ ايه في ايه ده ايه؟ انت مش واخد بالك مني يا استاذ بلح ولا ايه؟ لا ما هو اصل حمزه بيه صاحب العماره. هو حمزه يبقى صاحب العماره؟ دخلت لنا بالباب نطينا لك من الشباك. على فكره ايه حمزه بيه كل ده؟ ده كتير جدا. لا ده فضل خيرك، ما احنا بقينا اهل خلاص، ربنا يديم المعروف. المفروض ما لحقتش تطبخه. ودايما ولاد البلد العتره يا اخ بلح بيرحبوا بطريقتهم. يعني انت مثلا لو طب عليك واحد على القهوه مش اقل ما فيها هتطلب له واحد شاي ولا واحد قهوه ولا سطل خروب؟ سطل خروب؟ وكل ده بقى سطل خروب؟ كل مرغوط على قد دمه وعلى قد فوله. قد فوله؟ في ناس عندها 5000 جنيه شيلن. افرش الاكل يا حماس. اوكي. اهلا وسهلا. اهلا. حمزه بيه صاحب العماره اللي كلمتك عنه والدتي. ماما. اهلا وسهلا يا سعد. اهلا يا سعد. خيرك يا وين يا حماس؟ اهلا يا سعد. خمس مراريش. ولها التفكير قوي يا سعاده البيت. اهلا اهلا. بسم الله ده احنا يعني كانت فرقه واحده كفايه. يا ولاد احنا ما عندناش حد. يا ولاد قلوا قلوا. اتفضل يا بيه. اتفضل يا سعاده البيت. ايه يا حسين مش هتيجي تاكل لقمه؟ لا انا ماليش نفس. انا شبعان ومش عايز اجيب ايه؟ ما تيجي يا استاذ تاخد لك دبوس. مره واحد اوزع ماشي في الشارع اتكعبل في دبوس. حلوه حلوه. انا النكته مش هتاكل. ايه يا رضا؟ انت مش هتاكل معانا ولا ايه؟ طب معلش دقيقه واحده وراجع لكم على طول. ايه مالك؟ مالك اتكبست كده ليه وقابلت الراجل وحش؟ اتكبست ليه؟ الناس كبتها السبت والحد وانا خدت كل يوم الاسبوع. انا مش فاهم. الراجل ده انا عامل له 100 قضيه غش، واقف له بالمرصاد وكان هيدخلني السجن، يقوم يجي يخش لي عن طريق بحجه الشقه. في واحد يا رضا يدي شقه بشويه كمبيالات وشيكات. رضا المساله اكبر من كده بكتير. وانا كنت اعرف من ايه؟ ثم انت عايز اعمل ايه يعني؟ اطرد امي واخواتي بعد ما لقينا حته تلمنا عشان اضيق تموينك؟ الله يسامحك، الله يسامحك يا رضا. مش قصدي يا حسين، انا اسفه. ما هو كمان امي واخواتي مش حمل المرمطه في الطرب. ايوه انا عايزك، عن اذنك يا رضا. رايح فين؟ انا مش عايز اعمل لك اي مشاكل. الراجل ده مش عايز يمسكني من ايد الاتجاع. 100% حاسس انت ايه بالنسبه لي؟ انا هدور على حته انام فيها. انت هتاخد اوضه وتعيش معانا هنا؟ لاني لا يمكن. مفيش حاجه اسمها لا يمكن. احنا بقينا اهل يا حسين. حط ايدك في ايدي. نخلص منه وندفع له الدين وناخد الشقه نستفيد منها ونطلع منه بصنعه لطافه. الله يا جماعه. ده احنا ضيوفكم. انتوا متعودين كده تسيبوا ضيوفكم. وانت عندكم اكرام الضيف ايه؟ لا لا مؤاخذه حمزه بيه، اصل كان في كان في كان في في يا حسين بيه. ده كان في شويه غسيل كنا بنشره. غسيل؟ انت بتغسل دلوقتي؟ غسيل ايه؟ غسيل ايه؟ ايديه. طيب اسيب كرة غسيلكم. على فكره ما تنسيش يا رضا بكره تيجي بدري عشان تستلم الشغل. بالاذن يا استاذ بلح.
يا ابو عقل
خطير يا نجيبي يمبيا. بس اوعى تاكل اكل كتير، لا تهدي كرسي العربيه. ما تبصليش بعين راضيه وشوفي دفعوا كام فيا، ما تبصليش بعين راضيه وشوفي دفعوا كام فيا. طب بصي قدامك الورا، في واحده حلوه بتستنى. الحلوه دي هي من باب الشهريه، الحلوه دي هي من باب الشهريه. ما تبصليش من تحت لفوق، سواقي راجل عكر وزوق. العين صابتني ورب العرش نجاني. يا ناس يا عسل اتخذ اتخذ توخه توخه وصل. يا ناس يا عسل اتخذ اتخذ توخه توخه وصل. يا ناس يا عسل اتخذ اتخذ توخه توخه وصل. يا ناس يا عسل اتخذ اتخذ توخه توخه وصل. مساء الرضا يا رضا. تأخرت، ده أنا خلصت شغلي وقفلت الدفاتر. أنا قلت أجي عشان نقعد مع بعض لوحدينا. عايزك يا رضا. رضا، أنا سبق قبل كده وعبرت لك عن شعوري. ما أنا كمان معجبة بيك. ما أنا عارف. القلوب عند بعضيها. دايماً. عشان كده عايزك تاخدي شوية الورق دول توديهم للجدع اللي واقع في شوشتك يمضي عليهم. حسين قصدك؟ بلح. بس انا الحقيقه ما بتدخلش في شغل خالص. ما هو مش انت ابتسامه كده على شويه دلع كده على شويه كده يخر يمضي، هو يمضي وانا امضي. فهمتني غلط يا سعاده البيه، انا اصلي ماليش في الحركات دي. كلام ايه ده يا رضا؟ رضا انا شايفك ست الستات. الله يكرمك. وبس مستني لما ناخد على بعض شويه هيبقى نهارنا في الليل. بقول لك ايه، ما يصحش كده، انا تقريبا مخطوبه لحسين وهو بيحبك وانت لا يمكن بتحبيه. هتحبي بلحه؟ ايوه بحبه وبحترمه جدا لانه راجل شريف. شريف؟ طب بس خلاص، انا اسف، اصل انا كنت بهزر. حقك عليا، طنشي طنشي وخليها شفتشي وانسي. ما هو انا مخ كبير وحنسى فعلا. خلاص يبقى بينا من بعض الشغل بس، وانا اصلي صبري طويل. عن اذنك. اذنك معاكي. مفيش اي حاجه تخرج من المخزن غير بالاذونات اللي ببعتها لك انا شخصيا واللي بختمها لك. حتى لو حمزه بيه قال لك خرج شيء من المخزن قول له لا، الاذونات له. تحت امرك يا هماس بيه. بس في حاجه قلقاني شويه. الجنب ليه؟ مطلعين علينا ان الحديد بتاعنا مغشوش والاسمنت مضروب وحاجات كده يعني. وانت مالك انت؟ كلمة السر الشهر دي. ها؟ بوسة واموت. ها؟ كلمة السر هماس دغري تاخد 400 جنيه. تحت امرك يا هماس بي، تحت امرك.
عذري. بس انا ايه يا ابني؟ ايه اللي خليك دغري؟ خليك دغري انت جاي تعطلنا تدينا درس؟ ما احنا دغري. ايه خليك دغري دي؟ فنكنور. ايه فنكنور؟ اديها سكه، اديها سكه، تقول معاك امشي من هنا على بيتكم دغري. دغري دغري امشي يا اخويا، امشي يا اخويا، جايبين منين ده؟ خليك دغري. يا طويل يا معلم طويل، انا خليك دغري. سواق ديزل. الله الله الله، ما تروق يا سيد المعلمي. مالك؟ انا هغير دقيقه واحده واجي لك هوا. روج يا معلم، قالت لك روج. روج ايه؟ انا من ساعه ما عرفت ان الواد المفتش لاقي الدوسيه وانا خلاص علق لها حل. علق لها حل، علق لها حل، هتفضل تقول لي علق لها حل لحد ما نمتص فيها 50 60 سنه سجن. مش انت اللي قلت يا معلم انك هتبقى في البيت؟ يا حبيبي بنت مين؟ احنا ما عندناش وقت للكلام الفارغ ده. وبعدين البنت طلعت بنت كلب بتحبه، حتة واد مكعبر يقرف الكلب، رقبته منه فيه وبرضه بتحبه. خلاص سيب غماز يديله المهموز التمام. لا المهموز الجاي عليا انا بقى. هتلبسه قضية رشوة؟ رشوة، رشوة دي للعيال اللي زيي. أنا مهموزي يا إعدام يا تأبيدك. كويس. أوامرك يا معلم. ألو، النبي اديني الأستاذ حسين بلحة. التليفون لبلحة بيه يا عم إبراهيم. عم إبراهيم إيه؟ سيب إبراهيم. حاضر يا عم إبراهيم. إيه ده؟ ألو، أيوة، لا بلحة بيه مش موجود. ها؟ عايزينه الشغل؟ طب وحياة والدك، استنى، العنوان ايه بالظبط؟ ايوه، باب الشعرية، درب سعادة، مصنع جزم السعادة، مستنيه الساعة 10 بالليل. مشوار سرعة. السلام عليكم. أفارم عليك يا عويس، بينا. واضح انك انت درست القضية كويس. لا كويس جدا يا فندم، محضر حافظة بالمستندات اللي هتوديه الدهي. بكره الساعة 12 الظهر هنهاجم المخازن وبكده تنتهي إمبراطورية حمزة. طب والقوة؟ ليه يا فندم حضرت إيه؟ خدت إذن من رئيس النيابي بساعة الصيف. خلاص ربنا يوفقك، بس خد بالك من نفسك يا حسين يا ابني. أتجه؟ اتجه. سلام يا فندم. مع السلامة. يا أستاذ بلحة اتفضل. أهلاً أهلاً يا إبراهيم. أهلاً. أنت فين يا أستاذ؟ أهو لسه جاي من الشغل، أريح شوية وبعدين أطلع على السوق. لا ده انت النهارده عندك نقله محترمه قوي، ناس كلموني في التليفون عايزين سياده، العنوان بتاعهم اهو، اتفضل. ياه، الساعه 10 بالليل. الشغل يحب الخفيه يا استاذ. على رايك، ان شاء الله حتى بطلع على الشغل من بره بره. ليه؟ اصل انا بكره عندي شغلانه مهمه قوي يا استاذ ابراهيم. ربنا يعينك يا استاذ بلح. ايه خلاص كده ليه؟ فاضل الربطتين دول وبس. ها؟ شحنت ومومت وغيرت زيت. ايوه. السفرية طويلة والدنيا ليل. كله لسه معلمة. على بركة الله. اربط كويس يا جحشون. هات كوس بطاطا ناشف خمسة ساك. سخن. يلا. العنوان اهو. أول ما هتروح السويس هيدلوك. وأدي 100 جنيه. عرقت بالتمام والكمال. أيوة. عايز حاجه تاني؟ لا ده حلو قوي كده. الله سلام عليك. سلام. يا ناس يا فل الخير للكل، يا ناس يا شر كفايه، والحلوه دي من باب الشعريه. نعمل لك كلمة. الله. ايه ده؟ قطعتك ورغصك يا حضرتك فتش طويل. يا
يا ليلى مش فايتك. وعارف منين دي ان انا مفتش تمويل؟ اتفضل يا سعاده البيت. في ايه يا فندم؟ في ايه اللي حصل؟ ايه مالك ارتبكت كده ليه؟ يا سعاده البيع ومفتش التمويل لما يسوق عربيه احسن ما يسرق. ولا الاحسن يتاجر في المخدرات؟ لا المخدرات يبقى وحش. مخدرات ايه؟ فتش العربيه. ايه ده؟ فتش ايه؟ اول علبه في الصف الثاني يا مصطفى. الصف الثاني ايه؟ ايه صف ثاني؟ تفتيش ايه ومخدرات ايه يا سعاده البيع؟ دي جزم. تمام يا فندم. ايه ده؟ ده نص نعل جزمه دي. يبقى الاخبارية مظبوطة. ايه ده يا سعادة البيت ده؟ زي ما انت شايف حشيش. لا حشيش حشيش ايه يا فندم ده؟ انا ماليش دعوة بحاجات من دي، ده انا بني له بس. انا مال انا؟ انا قالوا لي خد البضاعة دي من مصنع احذية السعادة شلتها، قالوا لي جزم، الجزم قالوا لي انها جزم. الكلام ده تقوله في النيابة. انا جبته من مصنع احذية. اتفضل معايا. هو الاحذية دي من جزم؟ اتفضل معايا. هو المسألة بجد ولا ايه؟ اتفضل معايا. يعني واحدة فاكر فيها جزم هيقولوا لي جزم؟ انا بقول الجزم شايفين الجزم هذا جزمة كان مخدرات معمولة. أنا هشيل مخدرات اللي هتشيلها يا حسين بقى. استنى يا بابا، وأنت وش مخدرات؟ الله شد وتزول. أنا ما استحملتش إن أنت أسأل لهم يا عم إبراهيم. قول لهم سيب رهيب، سيب رهيب. عرفت دماغي يا عم أبيض؟ أنا كنت حكومة زيك على مهلك على مهلك. أنا بس الألاقي الجزمة اللي شايل الجزمة. طب يلا يا أخويا، يلا يا عم. هتلاقيه، هتلاقيه ابن ال أدخل. تمام يا فندم، حسين بلح شالهولي. استنى أنت بره. انا ما اعرفش حاجه يا سعاده البيت. دول شايلوا لي ايه؟ ايه ايه على مالك يا ابني؟ انا فندم. عايز تقول ايه؟ انا فندم ما اعرفش حاجه، انا ماليش دعوه باي حاجه خالص. دول شايلوا لي شيله والجزم قالوا لي انها جزم. طلع البتاع ده، انا مالي انا؟ يعني انت ما تعرفش ان شيله الجزم اللي كانت معاك مخدرات؟ لا والله يا فندم. طب تقدر ترشدنا على اللي شايلوك؟ طبعا يا فندم، ده لسه طعمها في بوقي. ايه هي دي؟ الجزم يا فندم، اصل البطاطا. البطاطا. انت تعرف المكان؟ ايوه. اكتب وتنتقل النيابه للمعاينه في ساعته وتاريخه. يلا بينا يا سيدي. ربنا يخليك يا فندم. فين يا ابني مصنع الجزم؟ هنا يا سعاده البيت. هي دي هنا. هنا فين؟ الله 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 الله. فين اليافطه اللي كانت هنا؟ يافطه ايه؟ يافطه كان مكتوب عليها مصنع احذيه السعاده. لازم بيبيضوها. عليك نور يا سعاده البيت، بيبيضوها. اصلها كانت كلحه. بقول لك ايه، ما تضيعش وقت وقول لي جبت كده منين؟ من هنا يا سعاده البيت. هنا تعال اتفضل اهو. هنا هنا يا سعاده البيت. هنا دي ايه؟ ده مصنع جزم. ايوه كانت الجزم في كل حته يا ابني. ده مكان مهجور، ما فيش جزم ولا حاجه. لا ازاي؟ اللي انا جزم في كل حته والنعمه. انت غلطت في العنوان. عنوان ايه اللي غلطت فيه؟ الجزم شالوني الجزم من هنا. لو الجزم شالوا اليافطه من بره ولبسوني الجزم، لبسوني القضيه. خد يا ترك. انا بريء يا سعاده البيت. خلاص هيبان دلوقتي. الجزم شالوني الجزم من هنا. اما انا بقول لكم الجزم شالوني الجزم من هنا. فكاكا على فتاكا يا معلم بيه، القضيه ما تخرش الميه. يعني البلح الرامي خدام بس. بغير. يا معلم بلح خلاص. ما تحطش في مخك. الواد الجديد اللي اتعين بداله ميته ايه؟ لا لسه ما عينوش جديد، انما مش هيجي زي بلح. قول لي اخبار المخازن ايه؟ في جمجم. ما تحطش في بالك. مخمخ انت يا معلم، خلاص. بلح ده فنان، اتسلى بالنوايا. كده بقى تبقى رضا. الحمد لله. يا فهمني. لو انا تقول لنا عليه انه شريف وطلع بيتاجر في المخدرات. الشرف ايه؟ الشر بره وبعيد. ان ما حدش يقول كلمه الشرف دي. الشرف دي كلمه تركب العصبي. التوجيع حمزه بيه. المحاسن. ما تضحكونا معاك يا جماعه. انت يا محاسن مش للضحك، انت للرقص. حلو يا معلم، حلو يا معلم. ايه يا صباح الرضا ده؟ تصوري كنت خايف لما تجيش الشغل، الشغل يتلخبط. وما جيش ليه؟ يعني حكايه الواد بتاع التموين ده وقبضوا عليه وفيه كلام. وما قبضوا عليه ليه؟ مسكوب مخدرات. ايه؟ حشيش؟ لا حول ولا قوه الا بالله. الواد ده انا قلبي حامي.
حاسس اول ما شفته علما بقى انه طول عمره عامل لي فيها خروف، قصدي حمل وديع، لكن على مين؟ على مين؟ انا قلبي حاسس. وانت يا ولدي بحسن نيه طبيتي وغرقتي، معلش انا بحصل لي ده كتير، ساعات بقع مع ناس قش كتير، معلش. علما بقى انه طيب وشريف، صحيح شكلي ما يدلش على كده، لكن الزمان ده غريب، زمن ما بيبانش فيه الشريف لكن بيبان فيه الخسيس بس. حقك عليا. طنشي طنشي وخليها شفتشي. حياتي حياتي حبيبتي، انا حياتي قوي حياتي. ضحك عليا الخسيس. مخدرات. ما تجيبليش سيرتها تاني النيله دي، ما بطيقش اسمع سيرتها. معلش حبيبتي معلش، عياطي قوي عياطي فضفض. لسه صاحي يا قمر؟ يعني مجرش بدري للادي. وانا لو جيت بدري ابقى مجرش، لو جيت واخر ابقى كنت متنايم بستين ميلة. ما انا الاستبن بتاعك. استبن؟ كل ده استبن؟ يا خولي مقطوره. انا نفسي افهم بس، فين يا ايه ناقص؟ عوجه؟ عرجه؟ ده كل حاجة هتلاقيها عندي يا حمزة. أنا كمان عندي كمان. ده أنا سبت الدنيا كلها عشانك. يوه هنقلبها مواعظ في ليلتنا الغبرة دي. لا هنقلبها هز وسط. أهو كده أموت أنا في هز الوسط. جوزي اتجوز عليا. وهو انت لو كنت اتجوزت عليا كنت هغني لك
ده انا كنت كابت زماره رهاب. انا زماره بلا زفت. هديتي دلوقتي يا سكر؟ مش قادره انسى، متغاظه متغاظه قوي. يو ما قلتلك انسي، حطيها في دماغك. طب مشي وخليها شفتشي، كلب كلب وراح لحاله. طب وانا والسنين اللي خدها من عمري، خدعني وغشني. وبعدين بقى احنا هنرجع معايا التاني؟ قلتلك ادلوه ايه ده، انسيه خالص. هحاول. لا مش هتحاولي، هتقدري. وبعدين مش هو بس، ده في ناس كتير قوي كده مناظرها تخض. يقولك من بره هلا هلا ومن جوه يعلم الله. بقولك ايه؟ نعم. يلا بينا. ده كلام يا رضا، عايزين نخدم. انا لولا الملامه كنت جبت لوري. الله يخليك يا رب. ونسيت ليه؟ بس الجزم شايلتني الجزم، وانا مظلومه سعاده البيت. يا ابني ما عندكش حاجه غير ان الجزم شايلوك الجزم. عندي يا بيه. طب قول. الجزم شايلوني الجزم. يا ابني ما انت لسه قايلها. لا يا فندم، دي جزم غير، في جزم شايلوني جزم غير الجزم دي. جزم شايلوني جزم كتيره وانا جوه، وانا بره في جزم تانية شايلوني برضو جزم كتيره غير الجزم الاولانيه اللي انا شلتها من بره. ورحمة اللي ما يتلك واللي ما يتلي، الجزم في جزم، هم اللي شالوني جزم. وانا طريقة سعادة البيت عامل ايه؟ يرحل الى السجن وتحدد له جزم. خلاص يعني خلاص. تمام يا فندم. اسحبه يا عسكري. لا اسحبني ايه؟ بقول لحضرتك الجزم شايلتني الجزم يا فندم. يلا استنى يا حاج، استنى بقى افهمه. اسحبه يا عسكري. سعادة البيت انا طريقة يا فندم. يسحبونا ليه؟ المفروض يسحبوا الجزم. انا فاهم سعادة البيت. لا لا امشي انت بعيد يا حلقه مباري. الباب الخلق ماشي؟ اه طبعا. انا ركب وجعان. انت ما عندكش عربية ليه؟ يا عم خليها على الله، انت مش معاك فلوس. ايه؟ بس ممكن تودينا لغاية باب الخلق يا اسطى او الاتنين جنيه؟ اتنين جنيه ليه؟ هو مت وخراب ديار ربع جنيه بس؟ الاتنين جنيه ايه؟ اركب يا عم اركب. انتوا رايحين باب الخلق برضو؟ رايحين ان شاء الله القلعة. هو انتوا منصوبين في قضية برضو؟ من فضلك. نعم. ما شفتش واحد دخيل لابس قميص احمر ومنطرون ازرق عدى من هنا؟ لا والنبي يا شاويش. بقول لك ايه يا شاويش؟ في واحد جوه لابس قميص احمر وبنطلون ازرق سرق مني 10 جنيه. هو فين؟ جوه في الشويله مستخبي. مين حضرتك؟ ايه مش عارفاني؟ خل
كابتن محسن صح؟ تمام يا حبيبتي. اهلا اهلا يا خالتي. اهلا 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 يا ريتا. حسين نهار اسود، تعالى هنا خش. هربت؟ هربت ازاي؟ زي الناس، لازم اعمل المستحيل عشان اثبت براءتي. طب ما انا بحاول. ماني مهمش على سيبك لوحدي. انا اسفه يا حسين، انا اللي عرضتك الورطه دي. ما تقوليش كده، داني غلبت. على العموم ان شاء الله ربنا هخرجك منها، انا واثقه من كده. اسمع، انا بفكر في خطه اعتقد انها هتكون صح. يا ريت يا ريت يا ريت، داني يا ماما. ماما في يا ريت يا اختي. مين دي؟ ام حسين يا اختي. ام حسين يا حبيبتي. بالحب يا حبيبتي. ايه ده، ده جيلك حسين. ماما وطي صوتك شويه. ايه يا ابني انت نازل تحضين في العالم كلها كده؟ ماما انا مش عايزه جنس مخلوق يعرف ان حسين جه هنا. احنا بلا حد، بس ما ايه، ما لاقي حته استخبي فيه. عقبال بس ما نتصرف وكل شيء هيحصل بكره باذن الله. ربنا يسهل. يلا يلا خش. خدي يا ماما على طول. مساء الخير، ممكن تليفون؟ اتفضلي. عرفت هتعمل ايه؟ ايوه يا اختي، امال ايه؟ عرفت. اوعى تغلط كده ولا كده حسين. لا يا اختي ما تخافيش. الو الو، ست حرم الاستاذ حمزه بيه؟ ايوه انا. اني واحده ست ما عمرك؟ ايوه يا حبيبتي، اسمعيني بس. جوزك اسم النبي حارسه لايف على واحده اسمها رضا. مشغلها عنده في المكتب ومديها شقه في عمارته. هو حر يشغل اللي شغله، ده شغله هو حر فيه. بس انت عارفه يا حبيبتي ان جوزك بسباص وعينه فارغه. وماله؟ ما دام بيجيني اخر الليل خلاص. لا ما خلاص يا حبيبتي، امبارح راح يخطبها وقريب قوي هيتجوزها. واذا ما كنتيش مصدقاني اسالي كاتم اسراره. ايوه اللي ما يتسماش هماز. فوتك بعافيه يا عيوني. على فكره امبارح جاب لها هدايا ب 600 جنيه. باي باي يا حلوه. الو يا جمالات، بتكلم مين؟ حد سأل عليا؟ لا دي واحدة صاحبتي. بقول لك ايه يا حمزة؟ نعم. انت تعرف واحدة اسمها رضا؟ رضا؟ رضا مين؟ البنت اللي مشغلها عندك. رضا ده بنت غلبانة مكسورة الأجنحة. مكسورة الأجنحة؟ بعمارة مادتها شقة. الشقة دي أصلها عشان عشان ايه؟ دي أسرار شغل مالكيش دعوة بيها انت. والهدايا اللي جبتها لها اسرار الشغل برضه. هدايا؟ ايه الكلام الفارغ اللي بتقوليه ده؟ على العموم اللي بيشيل قربه مخرومه بتخر عليه. وكنت زعلانه لما غني جوزي اتجوز عليا. اتجوز عليك ايه؟ اتجوز عليك حد في الزمان ده يتجوز؟ يروح متجوز تاني؟ طب بالراحه لا يطق لك عرق. حكايه العرق اللي ماسكهولي كل شويه يطق لك عرقي، يطق لك عروقي وانا حر فيها يا ستي. عروق؟ هسيب لك العروق، هسيب لك البيت وماشي. اوعى، مش انا بعملها. اوعى على البواصه. حط فيها البنس. بنسه ايه؟ مش كنت تفضل هنا احسن يا اخي؟ هنا خطر يا رضا. الله، ممكن الريحه تطلع وضريري هم بيدوروا عليا. انت فاكر الحش اللي احنا كنا قاعدين فيه؟ اه. انا هروح استخبى هناك. ايه ده، مين اللي بيخبط جامد كده؟ ده هو البوليس. طب ابتدى هنا. ايه؟ استخبى. انت اللي اسمك رضا؟ ايوه يا فندم. حضرتك مين؟ مش مراد بتعرفي. بقول لك ايه، حسك عينك تهوبي ناحيه حمزه. انا عارفاه، ده العمر ما ينعدل، بس المهم انت ما تقربيلوش. بتتكلمي عن مين يا ست انت؟ انت بتستعبطي؟ مش فاهمه؟ هلا شيرين خشوا فهموها. مش عارف ليه اسمع ايه؟ الحقيني يا فنان.
عرفت منين؟ وهي دي عايزه سؤال يا حمزه، عرفت من هماز طبعا. هماز؟ مش ممكن. هو الوحيد اللي يعرف كل حاجه، وانت ما بتخبيش عنه حاجه. معقوله؟ معقوله هماز يعمل كده؟ ده دراع اليمين وعارف كل اسراري. حرص مني. لا لا مش ممكن مش ممكن. مش ممكن ازاي؟ ما هو بالعقل يا حمزه، ما حدش يعرف غير انا وانت وهماز، مين اللي هيقول لها بقى؟ يمكن انا بقى. طب ايه مصلحة هماز في كده؟ يجوز جدا حاقد عليك، ما هو في صنف من الناس كده بيبقى حقود جدا. المهم انت هتعمل ايه مع مراتك؟ انا خايفة عليك قوي. الظاهر بقى ان انا اللي لازم ابعد. هعمل ايه؟ حظي كده يا ربي، ليه كده يا رب؟ بعد ما الاقي راجل محترم يطلع يا ربي. يطلع ايه؟ طلعت لا مؤاخذة يعني. طلعت لا مؤاخذة يعني؟ اه. بقول لك ايه؟ انا ما بجيش بالعند ابدا. لا هي تقدر تعاندني ولا هماز ده، فاهمة ولا لا؟ وبعدين يا رضا انت بقيتي غالية عليا قوي. لا 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 بلاش بلاش، ما تعلقنيش بيك أكتر من كده. كفاية إن مراتك ضربتني العلقة السخنة اللي ضربتها لي دي. أنا الأحسن أنسحب. تنسحبي إيه؟ تنسحبي إيه؟ هو دوري. رضا أنت مش بتحبي الحلال؟ أه طبعًا. وأنا أموت في الحلال وأعلى ما في خيل أبوها تركبه هي وهماز. رضا. نعم. ممكن اخطبك مره واحده كده؟ ما بيخطبوا على مرتين. طيب اقول لماما. ماما؟ وانا هتجوز ماما. لا لا بلاش لحد يشوفنا. لا وانت طب يا رضا ما تنسيش بقى تقول لامك ان احنا هنعلن الخطوبه بكره. حاضر سعيده بقى. السلام يا رضا. خطوبه ايه؟ خطبتي على رضا. عندك مانع يا هماز؟ انا مش قلت لك البنت دي هتوترك وبتضحك عليك؟ انا ما حدش يقدر يضحك عليا، لا انت ولا 50 واحد زيك. مش فاهم. هماز انت من امتى بتطلع اسراري بره؟ اسراري؟ مش عايز لف ولا دوران. مش انت اللي تقدر تخوني، ولو لقيت بدلك كده ولا كده انا هنسفك. انت عارف كويس قوي انا جايبك منين. يعني مش فاهم حاجه. احسن مش عايزك تفهم حاجه. طب ليه الاماره الجامده دي؟ انت عارف كويس ان اعرف اسرارك وحياتك كلها في يدي. والله انت بتهددني على ايه يا حلو؟ مساء الخير يا حلوه جميل. انت يا ابله بعدين بقى في اليوم اللي مش هيعدي ده ما تيجي معايا السينما؟ ما تمشي بقى وخلي عندك دم. تعالي معايا بس، جوزي جاي هناك اهو هموتك. تمشي عدي. ما تمشي بقى، مش عايز تعدي ليه؟ ايه خد تلاقيه ده؟ كانت كنا سايبه عليكم، مش سايبه الناس في حالها. يا ام حسين اتأخرت عليك يا خالتي؟ لا ابدا يا حبيبتي. ايه اخبارك؟ ايه انا كله تمام. هنطلع على مكتب حمزه. اللبس ده ما ينفعش للشغلانه دي. لا ما تخافيش، ما انا جايب معايا لبس تاني في البهجه. اطلع على طول يا اسطى وبعدين هقول لك نخش منين. متأكدة من الأوراق هنا؟ أيوة متأكدة. مش شفت المخطوط؟ امسك المستندات أهي، تروح تديها له، المهم تقول له كلمة السر هماز دغري وتدي له 400 جنيه. طيب فاهم؟ هماز دغري؟ هماز دغري وتدي له 400 جنيه. يلا يلا تشويش بقى. عرفت اسم الراجل؟ ايوه كل حاجة تمام. طب يلا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. معلم سعدون؟ ايوه انا، اي خدمة؟ حدانة بيت حديد تسليح واسمنت، انما تجيلة قوي.
اشوفها. اتفضل شوف. طالبين كام؟ اهو ضرب انت بقى التضريبه بسعر السوق وشوف كام. اي سوق؟ الحمراء ولا البيضة؟ لا البنفسجي. حلوة. الله يحليك. تعجبني. على كل حال مش هنختلف، بس الدفع هيكون بعد التسليم. على فكرة يكون في علمك اننا ما بناخدش شكات واصل. ايه يا مدام؟ عمال كتير. ربنا خلق الدنيا في 7 ايام، صبرك عليا يا اسطى، ثم انت واخد اللي انت عايزه. ابو ماله؟ ايه عملت ايه؟ اتفقني اتفقنا، بس فاضل بقى ايه؟ اننا نعرف نطلع البضاعة. طب ايه؟ ان شاء الله هنطلعها. اطلع لشارع الجيش يا اسطى. حاضر، اما تشوف اخرتها. يا هلا الله اللي هنا. فين المخزنجي حياه ابوك؟ تقول ايه؟ بقول لك فين المخزنجي حياه ابوك؟ نقول له مين؟ قول له معلم من طرف رمال. حاضر يا سي فوزي. ايوه ايوه في ايه؟ يلا يا سي فوزي. طيب حاضر حاضر حاضر. نعم يا سيدي نعم. تفضل. حضرتك المخزنجي؟ ايوه. ليه؟ اتفضل. مالك هتحلك في الورق ليه؟ فعلى كده هتشيل المخزن كله. وانت زعلان ليه؟ الورق سليم والختم مليح. وكلمة السر هماز دغري. وادي المعلوم. كده تمام. افتح له الباب. اول اصبر اصبر. كده 180. تمام. فل يا معلم. اي بضاعه عندك احنا في الخدمه. لا بسال انت مين ولا انت جايبها منين. لا انت معروف بنظامك كله في السوق يا معلم. يمكن انا سعر اقل شويه لكن اريح. واللي تغلبه لعبده. ايوه اللي تغلبه لعبده. حلوه قوي يا معلم. عن اذنك بقى شوف وشك بخير يا حلاوه. السلام عليكم. سبعة ولا ضابع؟ سبعة. والفلوس في الشنطة ايه؟ كويس قوي. يلا بقى نظام التليفونات. يلا دغري يا اسطى. دغري. على الله يكون في البيت وما يكونش داير على حل شعره. الله يكون عندك في البيت. مستنيك يا اختي. يقطع عليك انت لما تكلمي. هتغير منه؟ هو ده راجل يتغير منه؟ امال يتغير من مين؟ الو. اهو اتكلم. حمزه بيه. انت نايم ولا صاحي؟ طب تصحيني من النوم عشان تقول انت نايم ولا صاحي. انا عايزك تفوق وتصحصح لي بدل ما انت نايم في العسل نوم. فز قوم واسمعني كويس. يو انت مين يابا وعايز ايه؟ عايزك تروح مخزنك هتلاقيه على البلاط. كلام الفارغ اللي بتقوله ده. انت مين يا بلدينا؟ هماز باع كل الحديد والاسمنت اللي انت مدكنه وفكر ان الدبان الازرق ما هيعرفلوش طريق جره. مع السلامه. الو الو يا بحث. انت ربع في ايه؟ في ايه يا حمزه؟ الظاهر في حد بيعكسني. انا هقوم اشوف لحسن يكون كلامه مظبوط. الباب في ده. بقول لك ايه يا حمزه؟ ما بلاش دلوقتي، الصباح رباح. هي شغله يا اختي. وكل يوم الصباح رباح. الصباح الصباح ليله. اوعي. على العموم طول ما انت داير مع النسوان ربنا مش هيفتح عليك ابدا. ها انا في النسوان ده؟ وقت النسوان ده اللي انا فيه ده؟
انا في النيل الخاين ده. يا لهوي يا لهوي يا هماز لو طلعت خاين، والله والله لخلي نهار ابوك ملوش ملامح. الناس باع الصرفه كلها سعاده البيع والاوراق ايه؟ الاوراق ايه؟ خبر دي اوراق ايه؟ مين اللي اداله الاوامر دي؟ انت يا سعاده البيع. انا متعود اخد تعليمات سعادتك كلها منه. هو حصل حاجه؟ حصل حاجه؟ خربت بيتي يا فلان، ضيعتوني يا هرم. وش تعال كده. في جمال، النادي الجمال اللي خدمته برموش عيني. ايوه هو اللي دخل خطيبي في اوهلان السجن، وهو كمان اللي لبس قضية الحشيش حرس منه عرضك ويدوس عليك. هو كمان اللي وزع ويس علي عمل فيها كده. تقدر تدلني على مكانه؟ ايوه انا عارف مكانه ويس، بس خلي بالك منه، ده قتل قتل، ده واعر قوي. طب قول لي على مكانه قبل ما ايوه قبل ما اموت. ايوه مش ده. ايوه يا راجل انت بتموت، قول لي مكان فيها عفيف. ايه؟ مكان فيها عفيف. انت عم تدخل على ال ايوه حرفيا حرفيا. ايوه ايوه مين؟ الست رضا، اهلا وسهلا. اهلا بيك. مين الست؟ انا يا اخي اسكت. مين بلحى؟ اهلا وسهلا. عامل في نفسك كده ليه؟ وطي صوتك. عامل في نفسك في ايه؟ ايه اللي حصل بالظبط؟ يلا بس كل خير، تعالى معانا. على فين؟ على خناق. تعرف تتخانق؟ لا. ليه؟ انا ممكن اقف رف بس افهم الاول ايه الحكايه. هتفهم كل حاجه بس بالشكل. يلا بينا اتفضل. تاكل قد ده. يلا هي دي الوجه. اهو الجزمه، الجزمه اللي شايلني الجزم اهو. في ايه يا ست؟ ايه ما انتش عارفني؟ مش انت الجزمه اللي شايلتني الجزم؟ ولا بلانس بلانس ولا you
وفي ايه؟ ست مريضة؟ ست مريضة؟ جراي يا حمزة بيه؟ مالك متسربع كده؟ يا رضا اتأخرت ليه؟ ما انت عارف يا اخويا انهم بيتأخروا عند الكوافرات، انا ما اعمل لها المجودية والمجودية والفكودية والحاجات دي. يعني هي حبكت تحلق النهاردة؟ ما كانش ليه لزوم النيلة ده؟ هي يا حمزة عروسة من غير كوافير زي بلح من غير نهاية. ما تجيبليش ست بلح بيشرحني. تبص ايه ده خد 3 سنين ايه لا يبقى إيه انا اجيلها 6 اشهر بقى.